مشاهدينا الكرام، صباح الخير على حضراتكم جميعا. حلقة جديدة من صباح اون تايم، دائما في الموعد الساعة 10 تنطلق يعني حلقتنا مع حضراتكم على مدار ساعة ونص مناقشة ومتابعة وتحليل أيضا لأبرز وأهم الموضوعات والملفات الرياضية. النهاردة أكيد عندنا أخبار كتيرة جدا، البعض منها طبعا متعلق ببداية وانطلاقة مشوار الأندية المصرية في المنافسات الإفريقية، بجانب أخبار وملفات أخرى هنكون بنتابعها في حلقتنا النهاردة. نبدأ كلامنا وموضوعاتنا مع الرباعي المصري اللي بدأ المشوار في البطولات الإفريقية المختلفة امبارح. نادي الزمالك بيسجل فوز مهم أكيد خارج الديار على نادي الشرطة الكيني، وقطع 90% من مشوار التأهل لمرحلة دور المجموعات في البطولة الكونفدرالية. وكمان نادي بيراميدز نجح في تحقيق تعادل إيجابي خارج الديار أمام الجيش الرواندي بهدف لكل فريق. فيعني نعتبر كده بنتابع بداية جيدة بالنسبة لأنديتنا المصرية، ولكن طبعا المشوار طويل ومش متابعتنا للأدوار التمهيدية هي يعني أقصى الطموح، بل بالعكس احنا طموحنا ان احنا نشوف كده زي النسخة اللي فاتت ناديين مصريين بيحققوا البطولتين الغاليين على مستوى القارة الإفريقية، سواء دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية الإفريقية. لو هنبدأ بنادي الزمالك وتفاصيل المباراة، امبارح نادي الزمالك سجل هذا الفوز الغالي على الشرطة الكيني بهدف النجم الكبير طبعا عبد الله السعيد من اسيست رائع من اللاعب الدولي المميز احمد مصطفى زيزو في الوقت بدل الضايع من الشوط الاول، وعلشان يكون كمان بيقرب خطوه كبيره جدا من التاهل لمرحله دور المجموعات. مستر جوزيه جوماز بدا المباراه بتشكيل ضم في حراسه المرمى محمد صبحي، جه قدامه في الدفاع محمد شحاته، حمزه المثلوثي، حسام عبد المجيد وعمر جابر، في خط الوسط نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، وجي قدامهم مصطفى شلبي، احمد مصطفى زيزو، وسيف الدين الجزيري. في الشوط الثاني دفع مستر جوماز بكل من ناصر منسي وشيكابالا على حساب سيف الدين الجزيري وناصر ماهر، ثم دفع باحمد محمود بدلا من محمد شحاته اللي تعرض للاصابه في نهايه المباراه، طبعا بنتمنى له العوده السريعه، ولعب زياد كمال بدلا من عبد الله السعيد. فنادي الزمالك في المجمل حقق المراد رغم ان الاداء ما كانش افضل حاجه طبعا، وده لامور واعتبارات كتيره يعني لازم نكون حاطينها في الحسابات، أهمها طبعا أرضية ملعب المباراة، الرطوبة العالية، لكن مع أول مباراة رسمية في الموسم إن هو يكون بيسجل مكسب غالي بيقرب بيه المسافة من التأهل لمرحلة دور المجموعات وياخد كمان ثقة الجماهير قبل مباراة العودة وقبل مباراة السوبر أمام النادي الأهلي، فدي كلها طبعا مؤشرات جيدة بالنسبة لكل الجمهور الزملكاوي اللي أكيد سعيد بتحقيق الفوز ونص الطريق كده بيقرب له، أو أكتر كمان من نص، لأن أنت بتفوز خارج الديار، فبالتالي المفروض المباراة اللي هتكون طبعا العودة أو على أرضك تكون الحسابات فيها أفضل بكتير. أكيد البدايات والانطلاق لأي مباريات في الموسم بتكون ليها حسابات مختلفة وليها الضغوط بتاعتها، وخصوصا أن احنا طبعا يعني الكل تابع الموسم لنادي الزمالك بعيدا عن تحقيقه لبطولة الكونفدرالية كان غير موفق بشكل عام. طبعا بطولة الدوري والبعد من البداية عن المنافسة عليها ده أكيد من الحاجات اللي أحبطت كل الجمهور الزملكاوي، ولكن على مدار الكام اسبوع اللي فاتوا تحديدا نقدر نقول يعني بدايه التفاؤل ظهرت مع عوده باب القيد وفتحه مره تانية امام صفقات لنادي الزمالك، وبالفعل مجلس الاداره حاول سريعا ان هو يكون بيبرم صفقات تنعش كده السكواد بتاع نادي الزمالك وتساعد اللعيبه المميزه اللي فيه ان هي تكون بتقدم عروض افضل وافضل في الفترات القادمه، لان مش لعيب ولا اتنين ولا تلاته جيدين هيقدموا لك فرقة قوية، انت محتاج عدد كبير من اللعيبة تكون جيدة علشان يخدموا على بعض وعلشان تشوف كرة حلوة. فبالتالي بنتكلم على لعيبة بعينها اسماء طبعا ابرزها زيزو، ان هو زيزو اللي بيقدمه وامكانياته العظيمة، ولكن زيزو لوحده او لاعبين ثلاثة اربعة مهما كانوا جيدين مش هيقدروا ان هم يكونوا بياخدوا نادي الزمالك لمسافات بعيدة في البطولات اللي هو بيحاول ينافس عليها. بجانب ده طبعا ان عدد البطولات ومع طول الموسم فانت محتاج صفقات كتيره،
نادي الزمالك حاول طبعا قدر الامكان ان هو يكون بيعمل صفقات، واكيد لسه في محاولات لمزيد من الصفقات، واحنا بنتكلم من الموسم المحلي بقى كدوري ولسه ما بداش، ولسه ممكن يكون قدامه كام اسبوع، ولكن طبعا تحدي كبير جدا قدام مجلس الاداره، يعني بجانب تحديات كتيره الصراحه خاضها مجلس اداره نادي الزمالك منذ توليه يعني المسؤوليه، فكان الله في العون، وهنشوف هيكون قادر يقدم ايه للجماهير المترقبه جدا هذا الميركاتو والميركاتو اللي بعده حتى في الشتاء، ومترقبه الموسم بشكل عام لنادي الزمالك بعد اخفاق اكيد كان واضح بالنسبه للجماهير تحديدا فيما يتعلق بالمنافسات المحليه. اما بقى المباراه الثانيه اللي كنا بنتابعها امبارح كانت في رواندا، ونجح فيها نادي بيراميدز ان هو يعود بنتيجه ايجابيه بتعادل بهدف لكل فريق امام الجيش الرواندي وسط اجواء جماهيريه يعني كانت حماسيه جدا في ملعب المباراه، ورغم تاخر بيراميدز في بدايه الشوط الثاني بهدف ذاتي سجله مدافع الفريق المغربي محمد الشيبي في مرماه، نجح فيستون مايلي ان هو يكون بيسجل التعادل من راسيه قويه من اول اسيست للوافد الجديد عبد الرحمن مجدي، طبعا الوافد من فريق الاسماعيلي، صفقة كانت مهمة جدا للاعب يعني، واكيد كمان مهمة لخزينة نادي الاسماعيلي، فبالتالي كنا بنتابع طبعا هذا اللقاء على قناة اون تايم سبورتس وتابعنا احداث هذه المباراة، وفريق بيراميدز طبعا يعني عنده طموحات اكبر من مجرد تخطي الدور التمهيدي والوصول إلى دور المجموعات، ولكن أعتقد يعني المفروض نشوف شكل قوي بيقدمه فريق بيراميدز في هذه النسخة من دوري أبطال أفريقيا وتأهله يكون للأدوار المتقدمة فيه. تعادل جيد أمام فريق جيد الجيش الرواندي، ولكن طبعا المنافسة هتكون أكبر وأكبر في الفترات اللي جاية، فرصة كبيرة في مباراة العودة في التأهل لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، أكيد بنتمنى كل التوفيق لفريق بيراميدز. النهارده برضو لسه استكمالا لحديثنا عن منافسات افريقيا، عندنا ماتشين للثنائي المصري في البطوله الكونفدراليه وفي دوري ابطال افريقيا، المباراه الاولى هتكون للنادي المصري بورسعيدي في مواجهه خارج الديار امام الهلال الليبي، هتكون الساعه 8 مساء، وهي مواجهه بكل تاكيد مش سهله، ولكن بنتكلم عن سكواد قوي حالي موجود في النادي المصري مع مدرب جيد جدا ومجتهد جدا وليه كل الاحترام، قدم موسم مميز مع النادي المصري بورسعيدي طبعا الكابتن علي ماهر، هنشوف هيكون قادر يقدم ايه في هذه النسخه من الكونفدراليه الافريقيه، ونقدر نقول ان المصري يعني يقدر يعدي بهذه المباراه ويتاهل لمرحله دور المجموعات من البطوله الكونفدراليه، ده طبعا اللي احنا بنتمناه، واعتقد ان هو باذن الله يعني تمني في المتناول، ان شاء الله يكون قادر النادي المصري بورسعيدي على تحقيقه، قدم مستوى مميز في بطوله الدوري وانهى الموسم في المركز الرابع بعد الثلاثي الاهلي وبيراميدز ونادي الزمالك، ووصل للدور نصف النهائي في منافسات بطوله كاس مصر، فكل التوفيق اكيد للنادي المصري بورسعيدي النهارده يكون باذن الله بيسجل نتيجه ايجابيه قبل مباراه العوده في استاد برج العرب. نروح للمباراة الثانية واللي هتكون مواجهة للنادي الأهلي مع جورماهيا الكيني في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا، هتقام الساعة 3 العصر، وهي المباراة الأولى طبعا للنادي الأهلي في الموسم الجديد اللي انتهى بفوزه بلقب دوري نايل وقبله كمان دوري أبطال أفريقيا، فكان بكل تأكيد موسم جيد جدا بالنسبة للنادي الأهلي من حيث كمان الأرقام والألقاب الفردية، لو هنتكلم عن هداف يعني بطولة الدوري طبعا وسام ابو علي، فانت بتتكلم عن لا نتائج مميزه جدا حققها النادي الاهلي سواء على مستوى الالقاب والمنافسات والمشاركات، ولا كمان بنتكلم على مستوى لعيبه بعينها كانت من الافضل على مدار موسم شاق جدا بالنسبه لكل الانديه المصريه. النادي الاهلي عمل اكتر من صفقه كمان قويه غير بقى اللعيبه اللي تالقت الموسم اللي فات، لا كمان في انضمام للعيبه قويه جدا، ضم الثنائي المغربي يحيى عطيه الله واشرف داري، وضم نجم النادي الاسماعيلي عمر الساعي والمدافع يوسف أيمن، فالنادي الأهلي طبعا تحت قيادة مدربه السويسري مستر مارسيلو كولر صنع الإنجاز لأنه كسب أكبر بطولتين الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا مرتين ورا بعض، ده غير فوزه ببطولة كاس مصر نسخة 2023 وكاس السوبر المصري نسخة 2022 و2023، والموسم اللي فات بالتحديد عمل ريمونتادا قوية جدا وفاز ببطولة الدوري بعد ما كان متأخر، كان عنده مؤجلات ولكن
بشكل كده جدول الترتيب، وكمان مع خطوات كانت ثابتة لفريق بيراميدز قدر يعود مرة تانية فريق النادي الأهلي بعد ما كان بيراميدز متفوق بفارق كبير من النقاط، لكنه نجح في العودة من جديد ويوصل للمكانة بتاعت اللي متعود عليها كل الجمهور طبعا الأهلاوي أنه موجود فيها، المقدمة موجود على رأس جدول الترتيب في بطولة الدوري، وبالفعل حسم لقب الدوري وبطولة الدوري الغالية جدا بالنسبة للجمهور الأهلاوي. ده غير كمان أنه في بطولة دوري أبطال أفريقيا سجل نجاح عظيم، يعني لما أقصى مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي ثلاثية دون رد، بعد كده فوز مهم جدا وغالي على الترجي التونسي بهدف النجم الدولي رامي ربيعة، فكان موسم بكل تأكيد موفق جدا للنادي الأهلي، بيعلي بقى من السقف طول الوقت النادي الأهلي يعني بالجماهير، جماهير طول الوقت لا متعطشة لمزيد من الإنجازات وتحقيق مزيد من البطولات، وده اللي بنشوفه حتى من تصريحات أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي إنه إحنا بنحتفل شوية بس وإحنا قاعدين بنحتفل بأي بطولة بنفكر ها إيه اللي الجديد، إيه اللي جاي، هنعمل إيه، إحنا عايزين البطولة اللي جاية نحققها. فده طبعا يعني دي صعوبة ان انت تكون طول الوقت متفوق ومتألق، ان انت تحافظ على اللي انت وصلت له، وده طبعا المعادلة الصعبة اللي بيحققها النادي الأهلي على مدار سنوات وسنوات طويلة. عنده طموحات كبيرة أكيد في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، أهمها طبعا الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي عشان يكون بقى بيحقق إنجاز فريد من نوعه بكل تأكيد، وبالتالي يبقى بيتأهل وكالعادة لكأس العالم للأندية. هنشوف طبعا هيكون قادر على تحقيق ايه النادي الاهلي في هذا الموسم الهام جدا بالنسبه له. خلونا برضو نروح ونعرف تفاصيل اكتر عن مباراتي المصري والهلال الليبي في الكونفدراليه، وكمان النادي الاهلي وجورماهيا الكيني في دوري ابطال افريقيا في هذا التقرير التالي. يستعد فريق الأهلي والمصري البورسعيدي لخوض منافسات ذهاب دور الاثنين والثلاثين في بطولة دوري الأبطال، حيث يواجه الأهلي فريق جورماهيا الكيني، بينما يصطدم المصري البورسعيدي بفريق الهلال الليبي في الكونفدرالية الأفريقية. البداية مع الأهلي الذي يسعى للدفاع عن لقبه الثاني عشر الذي توج به في النسخة الأخيرة على حساب الترجي التونسي، وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا على جورماهيا الكيني في لقاء يسعى فيه الأهلي لحسم الأمور مبكرا والتأهل لدور المجموعات من مباراة الذهاب. يعد الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا باثنا عشر لقبا آخرها النسخة الماضية، كما أنه ضيف دائم في مرحلة المجموعات خلال السنوات الأخيرة ونجح في بلوغ النهائي سبع مرات في آخر ثماني سنوات. يعول الأهلي على العديد من النجوم لحسم موقعة جورماهيا، لعل أحدثهم الثنائي يوسف أيمن والمغربي يحيى عطية الله اللذان يترقبان الظهور الأول مع الأهلي، فضلا عن المهاجم المتألق وسام أبو علي الذي توج بجائزة هداف الدوري الموسم الماضي بثمانية عشر هدفا، ويبحث الدولي الفلسطيني عن قص شريط أهدافه في الموسم الحالي مع القلعة الحمراء. وفي الكونفدرالية الأفريقية يبحث فريق المصري البورسعيدي عن العودة بنتيجة إيجابية من معقل فريق الهلال الليبي لجعل مهمة تخطي الدور الحالي أسهل في الإياب. قدم فريق المصري أداء مميزا خلال الموسم الماضي نجح خلاله في خطف بطاقة العودة للمنافسات القارية، كما كان قريبا من بلوغ نهائي كأس مصر لولا الخسارة بسيناريو دراماتيكي أمام بيراميدز بركلات الترجيع. في النهاية يخوض الثنائي المصري رحلة أفريقية بحثا عن العودة بنتيجة إيجابية، الأهلي والمصري أمام جورماهيا والهلال الليبي، فلمن تكون الكلمة العليا في مواجهة القارة السمراء؟ خليني برضه اقول لحضراتكم التشكيل المتوقع لمستر مارسيل كولر المدير الفني لنادي الاهلي في مباراه اليوم. في حراسه المرمى محمد الشناوي، قدامه الرباعي رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، واحتمال طبعا ممكن نشوف الظهور الاول للمغربي يحيى عطيه الله ومحمد هاني. ثم الثلاثي اكرم توفيق، مروان عطيه، امام عاشور، بيجي قدامهم حسين الشحات، رضا سليم، ومهاجم وحيد وسام ابو علي. امبارح كمان أقيم الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي وجورماهيا الكيني للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة باللقاء بحضور مسؤولي الفرقتين، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى
طقما من اللون السماوي، فيما يرتدي فريق جورماهيا طقم من اللون الأخضر بالكامل. كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي في الانطلاقة الإفريقية وأول مباراة رسمية لي في الموسم الجديد. ونروح لتصريح وتعليق، ومعانا تصريح لأمبروز راتشيير رئيس نادي جورماهيا الكيني قبل مواجهة النادي الأهلي النهاردة، واللي وصف فيها النظام اللي بتقام عليه الأدوار التمهيدية في بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالغير عادلة، وده قبل مواجهة النادي الأهلي اليوم بدوري الأبطال. وقال رئيس جورماهيا أنه حاجة محيرة جدا، دايما ما يتم الإطاحة بينا، أنا رئيس مجلس الإدارة من 16 سنة ودايما دي حاجة بتحصل معانا. قال كمان تمت الإطاحة بنا من البطولة أمام أندية شمال أفريقيا، تحديدا أمام الأندية المصرية زي نادي الزمالك والنادي الأهلي، بره مصر زي الترجي التونسي، دايما بنخرج من الدور التمهيدي الأول أو الثاني للبطولة على إيد فرق من شمال أفريقيا. شدد كمان على أنه لازم يتم وضع نظام جديد بحيث تواجه الأندية الصغيرة بعضها في البداية، ونفس الموضوع يحصل مع كبار القارة بإقصاء بعض منهم علشان نكون بندي فرصة للفرق الصغيرة فرصة في المنافسة، وده هيكون بيحسن من وضعنا داخل القارة الإفريقية. النهاردة برضو عندنا مجموعة كبيرة من الماتشات بعيدا عن متابعتنا طبعا لأنديتنا المصرية، ولكن في ماتشات كتيرة هنكون متابعها في البطولات الإفريقية المختلفة. نستعرض مع حضراتكم أبرز هذه اللقاءات من دوري أبطال أفريقيا اليوم. الساعة 3 طبعا جورماهيا في مواجهة النادي الأهلي، الساعة 6 اف سي سامارتكس هيكون في مواجهة الرجاء الرياضي، والساعة 7 سان بيدرو هيكون في مواجهة الهلال، ديكا أو دي كيداها الساعة 7 في مواجهة الترجي الرياضي. أبرز مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية النهاردة برضو روكينزو الساعة 6 في مواجهة الصفاقسي، الساعة 8 أهلي طرابلس في مواجهة سيمبا، ونفس الميعاد الهلال في مواجهة المصري البورسعيدي. وكعادة طبعا حلقاتنا في صباح اون تايم متابعة مستمرة لكل اللعيبة المصرية المحترفة في الدوريات الأوروبية، والأسبوع الحالي شهد نتائج يعني ما بين جيدة وغير جيدة للمحترفين المصريين اللي موجودين في أوروبا وأسيا كمان، لأنه بدأ بنجاح كبير جدا طبعا محمود حسن تريزيجيه نجمنا المتألق دائما في أيا كان الدوري اللي بيشارك فيه، دايما يعني بيشرفنا بأدائه والتزامه واحترامه لفرقته نفسه والمنافسيه، حاجه يعني عظيمه حدث ولا حرج، وطبعا احترامه لتيشيرت منتخب بلده. وعايزين يعني لو هنتكلم هنتكلم كتير جدا عن محمود حسن تريزيجيه واللي بيقدمه مع منتخب مصر، وان هو اكيد يعني لازم يتم وصفه بقائد موجود في صفوف منتخبنا الوطني لما يقدمه مع منتخبنا الوطني على مدار السنوات السابقه. اول امبارح مع فريق الريان القطري في اول مشاركه لي امام الشاحنيه سجل هدف وصنع هدفين في فوز الريان 4-2، لكن امبارح طبعا دي يعني لقطه من احتفاله بتسجيله لهدف ويعني انجازه اللي بدا من بدري مع فريق لسه بيشارك معاه بشكل جديد والاول مشاركه، ودي مش حاجه سهله على الاطلاق، يعني احنا ياما شفنا صفقات بتيجي في الدوري المصري بتقعد قد كده، يعني نقعد عمالين نقول اصل لسه جاي لسه ما تاقلمش لسه، بس الكيمستري المدير الفني بس بيحاول يدخله في الاجواء، الدوري المصري صعب، نفضل نطلع مليون عذر. ولكن بصراحه لو حد جيد ولعيب يعني يستحق الفلوس اللي بتدفع فيه مش المفروض يكون بياخد وقت، مش لازم اول ماتش يعني ينزل يسجل، مش لازم يبقى زي تريزيجيه، بس بنتكلم على المبدا، مفيش حاجه اسمها 7-8 جولات علشان نشوف لعيب صفقه جايه يعني بالعمله الصعبه تقدم كوره كويسه او تقدم الفارق. فما شاء الله عليه محمود حسن تريزيجيه دايما كده مشرفنا ومفرحنا، ان شاء الله يكمل هذه المسيره ومنها يروح لخطوات مرضيه ليه بالنسبه له في الكارير بتاعه، واحنا دايما اكيد هنكون في ظهره. امبارح بقى السبت برده شهد ماتشات طبعا في الدوري الانجليزي، ومتابعتنا اكيد لفريق ليفربول، للاسف يعني خساره اولى للريدز في البريمير ليج بمشاركه لمحمد صلاح امام نوتنغهام فورست بهدف دون رد،
كان في الانفيلد، وهي خساره غير متوقعه، وده كان يعني بعد انطلاقه جيده وصلنا لثلاث انتصارات، بعد كده خساره في الجوله الرابعه. لكن لسه بدري يعني، اكيد منافسات الدوري الانجليزي احنا عارفين ان هي يعني عايزه الفريق اللي نفسه طويل، فيعني بنتمنى طبعا ما يكونش في اي اهدار لاي نقاط من قبل فريق ليفربول، لانه نيجي في الاخر كالعاده المان سيتي يفضل بقى ماشي بشكل جيد، ممكن يخسر كام ماتش كده في اول الدوري، تعادل التاني، بعد كده تلاقيه فاق ومش بيهدر اي نقاط. فنتمنى ان نادي ليفربول ما يفرطش في اي نقط سهله من بدايه بطوله البريمير ليج، علشان تفضل الفرص مستمره، وباذن الله يكون قادر على يعني تحقيق بطوله الدوري مره تانيه محمد صلاح وهو بيرتدي تيشيرت فريق ليفربول. في مباراة تانية في الدوري الإنجليزي نجح لاعب الوسط الدولي سام مورسي في قيادة فريقه إبويتش تاون في العودة من برايتون بتعادل سلبي، وهي أكيد نتيجة يعني بالورقة والقلم إيجابية بالنظر لوضعية برايتون ونتائجه الجيدة في الموسم اللي فات، وكمان أول مشاركة لإبويتش تاون بعد التأهل من الشامبيونشيب. وطبعا كلنا عارفين دور سام مورسي نجم منتخبنا، أو يعني اللي بنتمنى أنه هو يكون بيحصل على فرصة جيدة في الفترات اللي جاية سام مرسي مع منتخب مصر. كان موجود في فترات بس متقطعة، ولكن لازم برضو يتم النظر لازاي ممكن يكون منتخب مصر بيستفيد بلاعب زي سام مرسي بقاله فترات طويلة موجود في أوروبا وبيعتمد عليه فريقه ومديره الفني، فأكيد اللاعب عنده إمكانيات. طبعا كتشكيل وكاعتماد من قبل الكابتن حسام حسن، دي طبعا وجهة نظر فنية بكل تأكيد، ولكن كنا لسه من كام يوم بنتكلم انه منتخب مصر خلاص دلوقتي بقى بيعرف يستفيد بخدمات محمد صلاح وزيزو بعد سنوات طويلة جدا. احنا شفنا لا، مع زيزو ممكن ما نعرفش نستفيد منه عشان بيلعب في نفس مركز صلاح، مش لازم سنوات، ولكن بعد توقفات دولية كتيرة جدا كان ممكن نشوف اللاعبين موجودين في الملعب ونستمتع بالإمكانيات بتاعتهم. فبرضو ازاي يتم توظيف سام مرسي في فترات مقبلة مع منتخبنا الوطني، نستفيد باللاعب ويبدأ بيخش بشكل تدريجي مع منتخبنا الوطني وفي الحسابات اللي فيها استمرارية، دي أكيد حاجة نكون بنتمناها. وطبعا بنحيي اللاعب على الأداء المميز اللي بقاله فترة ماشي بيه، وإن شاء الله يكون بيكمل على نفس هذا النهج. من انجلترا نروح لفرنسا، ولكن للاسف بيخسر فريق نيس امام اولمبيك مارسيليا بهدفين دون رد في مدينه مارسيليا بمشاركه نجمنا الدولي محمد عبد المنعم مع فريقه نيس، طبعا ما بقالوش فتره طويله. نتيجه عادي بتحصل طبعا يعني في الدوري الفرنسي، لسه مشوار طويل لمحمد عبد المنعم باذن الله، ومسيره مليئه بالخطوات الناجحه من نيس يروح لفرقه اخرى سواء في فرنسا او غير فرنسا، احنا اكيد نكون بندعمه بشكل كبير جدا جدا، ونتمنى للاعب كل التوفيق في الفترات القادمة. لسه مع أخبار المحترفين، وأعلن نادي قطر القطري تعرض أحمد عبد القادر المحترف المصري في صفوف الفريق للإصابة خلال المران الختامي قبل مواجهة فريق النادي الأهلي في أو فريق الأهلي بقى في بطولة الدوري القطري. وكتب نادي قطر عبر حسابه الرسمي على إكس استبعاد لاعبنا أحمد عبد القادر عن قائمة الفريق المشاركة في المباراة، وذلك بسبب التعرض إلى إصابة خلال التمرين الختامي للفريق، وسيتم عمل الفحوصات اللازمه لتقييم نوع الاصابه والخطه العلاجيه للاعب. هيكون بيخضع عبد القادر لبرنامج علاجي خاص خلال الفتره اللي جايه تمهيدا للعوده مره ثانيه للمشاركه في المباريات الرسميه مع الفريق. الف سلامه طبعا على عبد القادر، وباذن الله يكون بيرجع مره ثانيه لفريقه ويشارك بشكل اساسي. واخيرا اخر محطه بنتابعها في هذه الجوله من المانيا، والخبر السعيد وكالعاده تألق النجم عمر مرموش مع فريق اينتراخت فرانكفورت وتسجيله
مش هدف واحد، هدفين في فوز فريقه 2-1 على فولفسبرج على الملعب بتاعهم. سجل مرموش الهدفين وشارك في المباراه من بدايه المباراه حتى النهايه، فاكيد كل التوفيق ليه. حقيقه عمر مرموش نموذج محترم جدا جدا، اي لاعب مصري لازم يكون برضو بينظر لعمر مرموش اللي ماشي بشكل جيد جدا، وشفنا حتى طريقه تقديمه لفرقته الجديده الموسم اللي فات، يعني من كام شهر، زي في الفيديو بيتكلم بشكل لابق، ويعني بيتكلم الالماني كانه يعني فلوينت بشكل تام، وكل الحاجات دي اكيد تحتاج مجهود كبير جدا من اي شخص ان هو يكون بيوصل لهذا الشكل الاحترافي. فبنحيي اللاعب وبنتمنى كل التوفيق طبعا للمحترفين المصريين. اهم حاجه المشاركه بشكل مستمر، تكون بتظهر بشكل جيد والمردود بتاعك يكون جيد، دي كلها يعني حاجات بتؤدي لنتائج ايجابيه بالنسبه لمنتخبنا. التحديات اللي جايه احنا محتاجين كل اللعيبه تكون في افضل حالاتها الفنيه وفي افضل امكانياتها وفي احسن حاله نفسيه كمان مع فرقتها، فبتشارك بتقدم ماتشات كويسه، فبالتالي في التوقفات وفي المباريات الرسميه نلاقي اللعيبه دي حاضره وحاضره بقوه. فبنتمنى طبعا كل التوفيق لكل هؤلاء اللاعبين. خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم برضو النهاردة عندنا ماتشات والدوريات الأوروبية أكيد فيها مباريات كتيرة. أستعرض مع حضراتكم أبرز هذه اللقاءات ونبدأ من البريمير ليج والجولة الرابعة. الساعة 4 توتنهام في مواجهة أرسنال، 6:30 ولفرهامبتون في مواجهة نيوكاسل. أبرز مباريات الدوري الإسباني الجولة الخامسة، جيرونا الساعة 5:15 في مواجهة برشلونة، الساعة 10 أتلتيكو مدريد في مواجهة فالنسيا. أبرز مباريات الدوري الإيطالي الجولة الرابعة، 1:30 جنوا في مواجهة روما، الساعة 7 كالياري في مواجهة نابولي، ومونزا في مواجهة إنتر ميلان الساعة 10:15. ومواجهات الدوري الفرنسي الجولة الرابعة، الساعة 6 نانت في مواجهة استاد ريميس، ده طبعا بنتمنى كل التوفيق لفرقة نانت اللي بيكون موجود فيها وبيقدم ماتشات جيدة جدا نجمنا مصطفى محمد، نتمنى للاعب طبعا كل التوفيق. مشاهدينا هنروح لفاصل، بعد الفاصل لسه أكيد مكملين أخبار كتيرة في حالاتنا النهاردة، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام، متابعتنا طبعا لكل الاحداث الرياضيه مش كوره فقط. خلوني اقول لكم طبعا عن ان الجمباز واحد من الرياضات اللي اصبحت مهمه جدا وفي اهتمام كبير جدا بيها كل الانديه في كل مراكز الشباب وعلى مستوى الاسر كمان المصريه اللي بتكون حريصه ان هي تكون بتختار رياضه مميزه لاطفالها عشان يكونوا حتى بيمارسوها بيبداوا بيها حتى لو هي تكون بدايه لرياضات اخرى، لكن الجمباز محافظ على يعني توجه الأسر المصرية إن هو دايما بيكون موجود فيها. النهاردة يكون ختام منافسات النسخة الـ18 من بطولة أفريقيا للجمباز واللي انطلقت يوم الجمعة اللي فات، وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح البطولة اللي أقيمت بمجمع الصالات في استاد القاهرة الدولي. بيشارك في البطولة 9 دول وهم بنين، كابفيردي، الجزائر، المغرب، مالي، جنوب أفريقيا، تونس، توجو، طبعا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة، بإجمالي 110 لاعب ولاعبة. فأكيد كل التوفيق بنتمناه في ختام مميز لمنافسات البطولة. خلونا نقرب أكتر من المشهد في التقرير التالي. استضيف البطولة الأفريقية للأيروبيك أحد أفرع الجمباز، يعني كل الاتحاد الأفريقي موجود، وكمان عندنا أعضاء نازلين انتخابات. أكيد الدولة المصرية بتدي دعم للأعضاء، ودي قوة ناعمة أخرى من الرياضة. الجزء الآخر هي مؤهلة لبطولة العالم الأيروبكس لأحد أفرع الجمباز. النهاردة زي ما حضرتك شايف كمان عدد الممارسين في زيادة مستمرة، الأسرة المصرية موجودة، كمان إضافة إلى جزء البعد الاقتصادي عدد العاملين يعني اللي بيزيدوا بزيادة هذا الموضوع، كمان توفير
المنشآت اللي بقت موجودة واستمرار استثمارها. النهاردة البطولة الأفريقية 18 للجمباز الأيروبيك، وهي لثلاث مراحل عمرية، الدرجة الأولى اللي هم الكبار أنسات ورجال، ومرحلة الناشئين رجال وسيدات أيضا، ومرحلة ما قبل الناشئين اللي هم يعتبروا تحت 14 سنة. ففيها ثلاث مراحل عمرية، فيها عدد مشاركة كبير جدا سواء من المنتخبات المصرية أو أيضا المنتخبات الأفريقية. بيمثل هنا حوالي 9 دول جايين للمنافسة، ودي تعتبر أكبر عدد لجمباز الأيروبيك، لأن جمباز الأيروبيك يعتبر دخل أفريقيا في خلال 7 سنوات الماضية، وأيضا دخل مصر في نفس التوقيت. والحمد لله المنتخب المصري النهاردة هو يعني في ريادة أفريقيا في الجمباز الأيروبيك. وطبعا الأسبوع القادم على طول المنتخبات إن شاء الله هتخلص البطولة الأفريقية، دي تعتبر تمهيد ليهم لأنهم رايحين بطولة العالم اللي هتقام في إيطاليا في بيزارو إن شاء الله من 24 سبتمبر القادم. وإن شاء الله بإذن الله هيبقى فيها تأهيل للورلد جيمز، فإن شاء الله بإذن الله أبطالنا المنتخبات يقدروا يحققوا ده. طبعا البطولة على أعلى مستوى والتجهيزات وافتتاح على أعلى مستوى. نحب نشكر الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي على التجهيزات العالية والتجهيزات اللي هو عملها لنا في المعسكر لتحت البطولة ديت. فالحمد لله الأداء كان مشرف زي ما أنت شفت. هو الحمد لله يعني كل بطولة الواحد بيحاول يثبت نفسه عن البطولة اللي قبلها، يعني الواحد بيحاول يكسر رقمه عن البطولة اللي قبلها بيطور نفسه. إن شاء الله عندنا كمان أسبوعين أنا وزمايلي 12 لاعب اللي عندنا بطولة العالم، فبنحاول نجهز لها على اعلى مستوى. هي حاجة حلوة قوي ان احنا نشارك في بطولة افريقية، اكسبيرينس حلوة قوي لينا. وكمان حاجة حلوة ان احنا بنلعب باسم مصر، ودي كمان حاجة حلوة ان انا دي كانت تاني مرة اشترك في بطولة افريقية. اشتركت في بطولة افريقية 2020 وجبت مركز اول، فكنت حابة ان انا اشترك تاني واعيد الاكسبيرينس دي. طبعا افتتاح مشرف جدا بالنسبة لمصر، واكيد احنا كنا في مكان وطلعنا اتطورنا كتير، فالحمد لله ان احنا دلوقتي بدانا ننافس في البطولات الدوليه والمحليه كل حاجه. طبعا التفاعل الجماهيري كبير، لان دلوقتي المصريين بقوا في حته تانية، كانهم بينافسوا بنفس المكان بتاع الابطال العالم وكل حاجه. خلونا نتابع تفاصيل اكتر في حلقتنا طبعا بعد امنياتنا. بكل التوفيق لكل لاعبينا وابطالنا المشاركين في البطوله الافريقيه للجمباز، ان شاء الله يكونوا يعني بيحققوا اكبر قدر ممكن من الميداليات. ومن الجمباز نتابع مزيد من التفاصيل في اخبار حلقتنا النهارده وان فاير نيوز. نبدأ أخبارنا مع اتحاد الكرة، واللي أرسل خطاب لوزارة الشباب والرياضة للإطلاع على عقد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي قبل توليه منتخب 2005، واللي هيتم إعداده لخوض أولمبيات لوس أنجلوس 2028. واتفق اتحاد الكرة مع ميكالي على التعاقد لمدة 4 سنين لقيادة منتخب 2005، واشترط ميكالي تقاضيه $90,000 بالجهاز الأجنبي اللي بيستعين به مع المنتخب. ميكالي كمان طلب إجراء تعديلات في الجهاز المعاون، بداية من مدرب حراس المرمى أو المدرب المساعد أو المدير للمنتخب، وكمان الجهاز الطبي، وطلب استحاب 4 أجانب، وقرر تغيير المدرب الأجنبي المساعد مع استمرار الكابتن عادل مصطفى في جهازه المعاون. اتحاد الكرة لا يحق له التعاقد مع ميكالي لمدة 4 سنين قبل الحصول على موافقة من وزارة الشباب والرياضة لانتهاء مدة المجلس الحالي خلال 3 شهور جاية، واللائحة بتمنع إجراء أي تعاقدات طويلة مع المجلس اللي هيكون بينتهي مدة تعاقده أو مدته في التولي الأمور بعد 10 أشهر. نروح للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم الكابتن حسام والكابتن إبراهيم حسن. هيعقد جلسة مع اتحاد الكورة خلال الأيام اللي جاية للترتيب لمعسكر شهر أكتوبر اللي جاي، واللي هيكون فيه مباراتي موريتانيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025. كابتن حسام حسن طالب أن يكون في بداية المعسكر يوم 30 سبتمبر من 7 أكتوبر اللي جاي، شايف أن الأفضل بداية المعسكر قبل معاده الأجندة
الجولة الدولية هتكون بتبدأ في ميعاد هو حابب يبدأ قبلها، يتمكن من تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا للماتشين. ده طبعا وجهة نظره. على مستوى اتحاد الكرة هيكونوا بيحاولوا ينفذوا طلبات الكابتن حسام حسن لمواصلة الانتصارات والتأهل لأمم أفريقيا وكمان كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد ميعاد الأجندة الدولية اللي جاية، هتكون بتبدأ في الفترة من 7 وحتى 15 أكتوبر اللي جاي، وهيكون بيواجه منتخبنا منتخب موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. ونروح لأخبار النادي الأهلي، ونبدأ من عند قرار النادي بتأجيل كافة الجلسات الخاصة بتجديد تعاقد لاعبيه للتركيز على مباريات الفريق في الوقت الحالي. مسؤول الأهلي قرروا تأجيل جلسات تجديد تعاقد أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، وكريم الدبيس، كمان أحمد نبيل كوكا، بجانب تعديل عقد مروان عطية. وبالنسبة للوافد الجديد للنادي الأهلي اللاعب المغربي يحيى عطية الله، واللي أكد أن طموحاته مع نادي الأهلي في هذا الموسم كبيرة وبيسعى لبذل أقصى مجهود لتحقيق الفوز والتتويج بالبطولات. قال كمان الأهلي بيمتلك جيل كبير من اللاعبين أصحاب القدرات والخبرات اللي بتمكنهم من تجاوز كل العقبات وتحقيق الفوز بجميع البطولات والتتويج باللقب الـ13 في دوري أبطال أفريقيا. ورغم الفترة البسيطة اللي قضيتها في التدريبات مع الفريق، لكني تأقلمت بشكل سريع على الأجواء، وبشكر كل زمايلي اللاعبين على وقوفهم بجانبي لمساعدتي على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. وقال كمان يحيى عطية الله سعيد جدا بالتعامل مع جماهير النادي الأهلي وبالاستقبال الحافل، وأكون بسعى لبذل أقصى مجهود من أجل التتويج بكل البطولات لإسعاد جماهير الأهلي ورد الجميل. ولسه مع أخبار الأهلي، واقترب محمد مغربي مدافع الأهلي من الانتقال إلى نادي الاتحاد السكندري بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما وافق اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لزعيم الثغرة على ضم اللاعب محمد المغربي بالاتفاق والتنسيق مع لجنة الكرة. نادي سموحة كان بيرغب في تجديد عقد مغربي لموسم ثالث، وهو ما رفضه نادي الأهلي بخلاف أن اللاعب لم يحصل على فرصة للمشاركة مع الفريق السكندري. سويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي رفض عودة المدافع محمد مغربي لصفوف الفريق الموسم اللي جاي بعد انتهاء عرضه من نادي سموحة. ونروح لأخبار نادي الزمالك، ونبدأ جولتنا مع نادي الزمالك من عند البرتغالي جوزيه جوماز المدير الفني للفريق، واللي أعرب عن ارتياحه بعد الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد في مباراة ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وقال جوماز بعد المباراة: أكتر حاجة كانت مهمة بالنسبة لي هو تحقيق الفوز، وأدينا بعض المهام الجيدة داخل الملعب، وسلوك اللعيبة داخل أرضية الملعب كان جيد، والأداء تأثر نسبيا بسبب نقص الأكسجين وحالة الطقس في كينيا، وهو ما جعل التنفس صعب في بعض الأوقات. قال كمان هناك أخطاء دفاعية في الفريق ظهرت خلال المباراة، هنشتغل على علاجها في الفترة اللي جاية، ولكن الموضوع جيد أن احنا نجحنا في تحقيق الفوز والحفاظ على الهدف. أكد المدرب البرتغالي أن الزمالك أقوى من الموسم اللي فات بعد العمل مع الفريق لفترة كافية ليكون جاهز من الناحية الفنية للمنافسات على البطولات اللي بيشارك فيها، وأضاف أن العمل الجماعي هيكون كلمة السر في التتويج بالبطولات. وأشاد جوماز بثنائية أحمد مصطفى زيزو وعبدالله السعيد اللي جه منها هدف المباراة، بيأكد أن قرار زيزو بالتمرير لزميله كان قرار رائع. نروح لتصريح تاني، وأبدى أحمد مجدي المدرب المساعد بنادي الزمالك رضاء تام عن نتيجة مباراة فريقه أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 في بطولة الكونفدرالية، واللي فاز فيها أبناء ميت عقبة بهدف دون رد. قال الكابتن أحمد مجدي: مستوى الشرطة الكيني ما فاجئناش، لأن احنا تابعنا الفريق بشكل جيد وعارفين إمكانيات لعيبة المنافس، ونجحنا في الخروج بنتيجة إيجابية في بداية المشوار الإفريقي وحققنا الهدف المطلوب، وأمر جيد إن احنا
نحقق الفوز خارج ملعبنا، طبعا ان هي المباراه الاولى للفريق في الموسم الجديد. وضح كمان الكابتن احمد مجدي ان الفريق حقق نتيجه ايجابيه في ظل الظروف الجويه الصعبه، وشدد على ان سيف الدين الجزيري وناصر ماهر قدموا المطلوب منهم في الشوط الاول قبل استبدالهم في بدايه الشوط الثاني، وان الجهاز الفني دفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا وناصر منسي للاستحواذ على الكره بصوره اكبر. ونروح لخبر تاني، وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن حجم إصابة محمد شحاتة لاعب الفريق واللي تعرض ليها في مباراة الشرطة الكيني. وأكد رئيس الجهاز الطبي أن محمد شحاتة تعرض لإصابة بشدة في عضلة السمانة، هيخضع لبرنامج علاجي في الفترة اللي جاية لتجهيزه بالشكل الأمثل للعودة مرة تانية وسريعا إلى الملاعب. طبعا بنتمنى السلامة للاعب والعودة بشكل سريع، نطمن عليه في الفترة اللي جاية. ونروح لخبر آخر، حيث حرص أحمد خالد حسنين عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول في كينيا على تقديم الشكر للاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وتواجد أحمد خالد حسنين في غرفة ملابس الفريق بعد نهاية المباراة وقدم التهنئة للاعبين وللجهاز الفني، مشيدا بالمجهود المبذول طول أحداث المباراة وتحقيق فوز مهم خارج الديار. كمان أكد حسنين على دعم مجلس الإدارة للاعبين في الفترة اللي جاية، وإنه هيكون بيقف خلفهم وبيسعى دايما لتذليل أي عقبات بتواجه الفريق. نروح لنادي زد واللي قدم الموسم اللي فات مستوى مميز وقدر يوصل لنهائي بطولة كاس مصر. نجح مسؤول نادي زد في تحويل صفقة استعارة ثنائي الأهلي رأفت خليل ومحمد أشرف من إعارة لمدة موسمين متبقي منهم موسم إلى شراء نهائي بعد الاتفاق مع مسؤول النادي الأهلي على الحصول على مقابل مالي نظير شراء الثنائي. وانضم خليل وأشرف إلى زد قبل بداية الموسم اللي فات في أول ظهور للفريق بطولة الدوري الممتاز على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وقدما مستويات طيبة مع الفريق ليتم تحويل الإعارة لبيع نهائي. وأكد مصدر داخل نادي زد أن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع ثنائي الأهلي على سبيل البيع النهائي بدون دخول أي لاعبين آخرين في الصفقة، مشيرا إلى أن النادي الأهلي لم يتحدث عن ضم أي لاعب من زد سواء مصطفى زيكو أو محمد إسماعيل اللي ارتبط اسمهم بالانتقال للنادي الأهلي في الصيف الجاري. ولسه مع أخبار الأندية والتعاقدات الجديدة، واقترب نادي حرس الحدود من إتمام التعاقد مع اللاعب الموريتاني عبد الله عبيد جناح وديبو الموريتاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه بعد عودته إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2024-2025. من جانبه أكد أحمد علاء وكيل أعمال عبد الله عبيد إن اللاعب أنهى كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع الحرس، ولكن بيتبقى الحصول على تأشيرة القدوم لمصر لإتمام الإجراءات الخاصة بالانتقال إلى الفريق بشكل رسمي ويبدأ التحضير مع الفريق لبداية الموسم الجديد. مشاهدينا هنروح لفاصل استقبال ضيفنا الكابتن احمد رضوان في ضيافتنا النهارده، طبعا نجم النادي الاهلي السابق، حديث مطول مع الكابتن احمد عن رؤيته لانطلاقه الموسم بالنسبه للاربع الانديه المشاركه في منافسات افريقيا، بجانب كمان منتخبنا الوطني واخر ظهور ليه تحت قياده الكابتن حسام حسن. كل هذا واكثر مع ضيفنا الكابتن احمد رضوان بعد هذا الفاصل، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام، حابه ارحب بضيفنا في هذه الفقره الحواريه الكابتن احمد رضوان لاعب الاهلي السابق. يا كابتن احمد برحب بحضرتك وصباح الفل عليك. صباح الفل، منور الدنيا. الله ينورك. بدانا الموسم نقدر نقول عليه بدا، بما ان بقى فيه مشاركات افريقيه وخلص كمان اعتاب مباراه قمه هتكون في السوبر الافريقي، فنقدر نقول يعني كل سنه واحنا طيبين، موسم جديد ان شاء الله يكون موفق. تابعت اكيد امبارح لقاء نادي الزمالك مع بطل كينيا، بالنسبه للظروف اللي مر بيها نادي الزمالك وشكل وقف القيد وعوده القيد واللخبطه اللي كانت حاصله مع موسم بعيد عن الكونفدراليه ما كانش موفق بالنسبه لنادي الزمالك، تقييمك لاول ظهور ليه وبوجود مستر جوماز اللي مكمل المشوار معاه؟
يعني الدنيا بالنسبة للزمالك بقى لها فترة مش أحسن حاجة، التخبطات الإدارية اللي نوادي كتير جدا بتعيشها يعني هي اللي بتعمل كده في الفرق. لكن طبعا على مستوى الفرقة يعني الفترة اللي فاتت الراجل بنسمع أقوال كتير جدا، الراجل قافل على الفرقة كويس. يعني جابوا برضو كم صفقة يعني بالنسبة طبعا للوضع اللي هم فيه لظروفهم يعني الخمس صفقات اللي جت أظن أن هم ينقلوا الفرقة لحتة كويسة شوية. لكن طبعا المكسب مكسب كويس جدا، عبد الله سعيد طبعا بيدينا طبعا عارفة اللي هو بيبسطنا كل شوية يعني كل ما نحس أن الدنيا لأ ما فيهاش حد خلاص والدنيا كلهم يعني بقى خلاص بطلوا يطلع لنا عبد الله تاني يعني ان شاء الله. فربنا يوفقه ان شاء الله من اللعيبه الجميله اللي الواحد بيحبها. نتمنى ان شاء الله ان الزمالك يروح في ابعد حته يعني في البطوله. طبعا على المستوى المادي لازم هم برضو يشوفوا لهم حل، لان طبعا بيخشوا من مشكله لمشكله لمشكله، فان شاء الله يعني يطلعوا من اللي هم فيه ان شاء الله باذن الله. احنا بنتكلم عن اربع صفقات ابرمها نادي الزمالك، من تقييمك ليهم امتى تقدر تشوف اللعيبه دي بتشارك وبتاثر؟ لانه كنت لسه بتكلم ان مثلا تريزيجيه راح نقل لنادي واول مشاركه بيعمل اسيست وبيسجل هدف، ده المفروض اللي الصفقات بتعمله، ولكن مش طول الوقت بنشوف كده. حتى سواء لعيبه مصريه او غير مصريه، حتى غير المصريين يقول لك بس استنى عليه يتاقلم، اصل الدوري المصري صعب، اصل نفضل ايه نبرر للعيبه وللصفقات بالتحديد. يعني بصي من الموضوع مش تبرير اكتر من هو كان فين. بمعنى في فرق ان انت تجيبي حد من يبقى نجم وكان بيلعب في نادي كبير وجماهيريا وعاش الضغوط دي كتير جدا وتحطيه في نفس الضغوط او اقل شويه فهتلاقيه منور من بدري. لكن لما هنجيب حد من نادي مثلا شركه او نادي ملوش جمهور لازم نصبر عليه، لازم نادي صغير ورايح في نادي كبير شويه لازم يتاقلم. ده مش مبرر اكتر من هو كان فين قبل كده. هي الفكره ان هو كان فين، السلمتين الاولين كانوا فين عشان يوصل للسلمه الثالثه والرابعه دي. فهي الفكره هو كان فين، لو هو قادر على الضغوطات وقبل كده عاش بيهم وكان لعيب دولي زي تريزيجيه زي ما احنا نقول، لا ده هيبقى اضافه من اول يوم هيبقى اضافه. لكن احنا شفنا احنا يعني النموذج الكبير بتاعنا محمد صلاح لما راح تشيلسي كان محتاج وقت، وبعد كده راح فين في ليفربول من احسن لعيبه في العالم. وبعد تشيلسي لما راح ايطاليا فرقت معاه ازاي ان هو يرجع تاني بريمير ليج. ده اللي بقول لحضرتك عليه. هو مش مبرر اكتر من هو الفكره منطقيا لازم نشوف الدنيا بالزبط. فيها ايه ونوزنها واللعيب ده كان بيلعب فين، ولازم كمان الناس اللي ماسكه النادي او الناس اللي مسؤوله في النادي يفهموا ان اللعيب ده محتاج ايه دلوقتي ويخش ازاي. يعني دي كلها بتبقى شويه والجمهور. حاجات هو مشكله الجمهور بيبقى قاعد مستني كل الصفقات تنزل تعمل اللي ما يتعملش. الفكره لو احنا مشينا ورا الجمهور يعني لو اداره مشيت ورا الجمهور مش هتعمل حاجه. ما ينفعش ان احنا نمشي ورا الجمهور على دماغنا وكل حاجه. هو الادارات بتشوفها بتمشي ساعات ورا الجمهور طبعا، ساعات ولا كتير جدا، اوقات كتير جدا، وانديه كتير جدا بتخاف اصلا من الجمهور. فلو انت يعني اتحطيت على الكرسي دوت وقلقان من الحته دي انت معلش انت مش في المكان المظبوط بتاعك. واحنا عندنا مشكله خلي بالك في مصر، يعني احنا عندنا كمدربين مثلا احنا لازم ناخد الرخص وناخد الديول لغايه ما نوصل للايه طب انا السؤال اللي بيجي يمسك نادي ده هل هو بيبقى ليه رخصه؟ هل هو مثلا اخد ماجستير في اداره الاعمال؟ هل 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 ولا هي بتيجي جمعيه عموميه بتحط حد وخلاص؟ فالفكره ان احنا لازم الحته الاداريه دي لازم نظبطها شويه، مين اللي جاي مسؤول عن كيان كبير هيقدر يديره ازاي؟ لان الاداره حاجه وفكره ان انت تبقي مسؤول عن فرقه النظري دي حاجه والعملي حاجه ثانيه. وممكن تبقي معاكي احسن فلوس في الدنيا وما تقدريش تديري الفلوس دي كويس فتوقعي الدنيا، او الموارد بتاعتك تبقى انت عاليه جدا وانت مش قادره تديريها. فالموضوع كبير شويه، فالحته دي بتبقى رقم واحد يعني حته الاداره دي، وان احنا نبقى مين اللي ماسك المكان دوت ده تبقى مسؤوليه كبيره جدا. فلازم لما نيجي نحط حد في المكان ده يبقى اهل للمكان ده بالظبط. لان للاسف ساعات كتير صفقات بيبقى لعيبه منوره في انديه زي ما حضرتك بتقول ممكن مفيش ضغوط عليهم قوي ويروحوا انديه كبيره وتبقى دي بقى بمثابه اللحظه الانهيار ليهم، يعني بيخرج من النادي ده. مش عايزين نذكر اسامي لعيبه بس بجد في لعيبه كتير كنت انت بتشوفهم مع انديه تانية متالقين راحوا انديه كبيره اهلي وزمالك كانت دي بدايه النهايه بالنسبه لهم في الكارير بتاعهم بالظبط. خصوصا لما يخش غلط توقيته يبقى غلط،
لما يتضغط عليه، لما يتحط في حته البروباجندا تبقى جامده قوي كمان على الصفقه جدا كتيرة فالدنيا بتبقى بالظبط. فاحنا بنقيس القصه بالرقم يعني صلاح محسن جيب كام، فده لازم يدينا. لا هي ما تتحسبش كده يعني، هي تتحسب بمردود اللعيب جوه الملعب واحده واحده. فهي مش يعني مش مبررات زي ما قلت لحضرتك قبل كده، فكره بس ان هو الثقافه بتاعت اللعيب زائد ان قبل الثقافه بتاعت اللعيب اللي مسيطر على اللعيب جوه النادي دوت او المسؤول عنه في الفرقه لازم يعرف يدخله ازاي، ان دي بتبقى يعني فن، ان انت ازاي تدخلي اللعيب الوقت بتاعه امتى ينزل، امتى للجمهور عشان ينور، امتى الماتش اللي نديله، امتى ما نديلهوش، نصبر عليه شويه. فالموضوع زي ما قلت لحضرتك يعني موضوع كبير ونتناقش فيه كتير يعني. ما فيش مشكله، هنتناقش احنا. احلى حاجه نفتح كده الملفات من زوايا مختلفه علشان في الاخر المصلحه العامه هي دي اللي احنا بنسعى اليها يعني. طيب من ماتشات برضو امبارح بيراميدز، البيراميدز تخطى المشكله بتاعت البطوله الاولى وقدر يحقق بطوله كاس مصر، فاعتقد دي اللي هي كلاعبين وكجهاز فني وكإدارة عايزين يبنوا عليها، وأعتقد طموحهم في المشاركة في دوري الأبطال مش مجرد الأدوار التمهيدية ولا دور المجموعات، لا أنا متأكدة أنهم عايزين ياخدوا مسافات طويلة في البطولة دي. فإيه اللي بينقص بقى مع بيراميدز عشان يكون بيحقق ده، بعيدا بقى عن كاس مصر ومنافسة محلية، لا احنا بنتكلم عن أفريقيا وكل اللعيبة دي عندها خبرات أفريقية أصلا. بيراميدز طبعا لو اتكلمنا عليه من البدايه طبعا فريق قام بقوه كبيره جدا ماديه، فعنده العناصر اللي تقدر تحطه في حته كويسه، بس كان عنده مشكله زي ما قلت لحضرتك، حضرتك اتكلمتي فيها، موضوع البطوله، ان هو ياخد بطوله فيدي له ياخد ثقه ان هو ممكن ياخد بطوله، وايه لا ليه لا يعني انافس هنا وانافس هنا وانافس هنا. عنده طبعا الحته الجماهيريه شويه مش موجوده عنده، فهي دي مأثره فيه شويه، ودي اللي كانت شويه يعني انا شايف ان اللعيبه والاداره مش خايفين من حد يعني. الموضوع ان انا عادي انا بخسر النهارده فما عنديش مشكله، غير اهلي وزمالك واسماعيلي والفرقه دي برضه. كان في ضيف معانا مش متذكره مين بس بيقول يعني اهلي وزمالك انت بتخسر انت مش عايز تنزل من البيت، خايف تنزل الشارع، ما تعرفيش تنزل. بالظبط يعني هو الفكره بس ما تعرفيش تنزل. الناحيه الثانيه لا انا تمام، مفيش الضغط ده. ده عامل مؤثر كبير جدا بشكل ايجابي، خصوصا ايجابي اكتر ولا سلبي اكتر؟ بص هي الفكره كلها النادي عامل ازاي. ما هو دلوقتي مثلا لو احنا بنتكلم على الزمالك هو سلبي، لكن الضغط بتاع الاهلي دلوقتي وجماهيره ضغط ايجابي. بتاخدي البطوله ال 13 يقول لك ال 14، فده ضغط ايجابي. ضغط حاطط على طول اللعيبه والاداره والجهاز تحت ضغط، لكن الضغط ده بيولد بطولات وبيجيب بطولات. لكن لما تبقي انت مش يعني في الوقت دوت مش موفقه، ما عندكيش اللعيبه كويسه، لازم الجمهور يفهم ان مش ده وقت الضغط. يعني المفروض الجمهور ده ده الدعم، ايه هو يا ضغط يا دعم هم، لكن هي الفكره ان انا على طول ضاغط ضاغط ضاغط، فده هخلص على اللعيبه اللي انا بحبها والنادي اللي انا بحبه، وهبقى عنصر اساسي في ان انا اموتهم يعني. فطبعا الثقافه بتاعت الجمهور لازم تتغير، الدنيا احنا شايفين، وطبعا نفسنا يعني الرياضه المصريه كلها كابتن ايهاب طبعا ربنا يرحمه وقبليه احمد الله يرحمه. فالموضوع يعني في الاول في الاخر يا جماعه احنا والله شغالين، دي رياضه في الاول في الاخر، دي كره قدم يعني. احنا مش بنخترع الزر، احنا بنشتغل شغلانه زي اي شغلانه تانية، لازم تبقى فيها هدوء. انت حضرتك بت شايف ان انت جمهور بتدعم، دعم من غير ما تيجي على حد، من غير ما تغلط. الموضوع بقى يعني انا اسف بقى يعني مش عايزين نقول كلام ما يبسطش الناس، بس الموضوع بجد راح في حته. الواحد بقى له من ساعة أحمد الله يرحمه طبعا بعديها كابتن إيهاب، لا الوضع عارفة المجال الواحد مش حابب أصلا يعني يشتغل فيه ويكمل فيه، في زعل كده. الموضوع ربنا يرحمهم، ربنا يرحمهم. طيب زي ما بقول لحضرتك بالنسبة لبيراميدز، هل بقى ممكن النسخة دي بيراميدز بمشاركة إفريقية بعد تحقيق كاس مصر يكون بيراميدز مختلف نشوفه فيها؟ اكيد، لان احنا كمان شفنا بيراميدز من 3 4 سنين وصل نهائي واتظلم يمكن في النهائي الاولاني اللي وصله، فده فكره ان هو ياخد كاس مصر
بطوله قويه جدا ومن اعرق البطولات. بس طبعا الكل بيقول اهلي وزمالك ما كانش فيها او ده اثر، بس في الاخر هي عمل اللي مطلوب ان هو خد البطوله اللي كسر الحاجز ده. اهلي وزمالك مش فيها، ما هو خدها خلاص، هو هيعمل ايه؟ هو كسر يعني حاجز اللي انا ما خدتش بطوله بس كده. لكن فكره ان انت كسرتي الحاجز ده يخليهم ان هم لا يفكروا بعد كده في البطوله الثانيه والثالثه والرابعه. هم كان عندهم مشكله في الكلام ده، حتى لما كنا بنشوف الناس بتاعت يعني بنشوف هاني بيتكلم، فتح الله بيتكلم، فكلهم كل كلامهم بس ناخد بطولة الأولانية، بس ناخد بطولة الأولانية. عندهم كمان اللعيبة اللي تقدر تحطهم في حتة كويسة. احنا شفنا امبارح يعني ان يرجعوا في الملعب مليان ويرجعوا في الدقيقة 83 ويتعادلوا، لا فرقة هايلة وفرقة عندهم الامكانيات اللي تقدر توديهم في ابعد حته في افريقيا كمان. عبد الرحمن مجدي يعني طبعا من الصفقات المهمه كده كده، بيراميدز ما عملش صفقات كتير لان هو اصلا عنده لعيبه كتيره وعنده بدل يعني اللعيب في كل مركز اثنين وثلاثه. فعبد الرحمن مجدي ويوسف اوباما، وعبد الرحمن مجدي كان امبارح طبعا ليه دور مهم جدا باسيست مهم. فبرضو تقييم حضرتك وتعليقك على وجود عبد الرحمن مجدي من الاسماعيلي، وطبعا تعامل مع ضغوط كبيره جدا، فيعتبر عبد الرحمن مجدي اللعيبة حتى لو سنه مش كبير بس عنده من الخبرات الكافية. يعني عبد الرحمن مجدي يعني بصي طبعا لعيب كبير جدا، يعني شوية كان في الإسماعيلي مستواه طالع ونازل، بس ده بسبب ان الفرقة كل اللي حاصل الفرقة والوضع والأمور ما كانتش أحسن حاجة. لكن هو في وقت من الأوقات كان شايل الإسماعيلي على كتافه بصراحة، يعني لعيب كبير هيخش في المنافسات مع الفرقة بشكل كويس، لأن هو أخد على الضغوطات اللي مش موجودة أصلا في بيراميدز، فهو قادر يحط كمان اللعيبه اللي حواليه ويعيشهم في الجو اللي هو احنا لازم ناخد بطوله واحنا عايزين نشتغل على الموضوع ده. يوسف امام لعيب كبير وعنده خبرات بصراحه، وشفناه النقله كمان لما راح الاتحاد يعني الفتره الاولانيه لما ساب الزمالك، برده كان ليه بصراحه شكل كويس جدا مع الاتحاد. نتمنى ان شاء الله ان هم يظهروا بصوره كويسه. بيراميدز ما بيجيبوش لعيبه كتير، يعني الكم عندهم مش مهم قوي، لكن الكيف طبعا. يمكن ابراهيم عادل مش عارف ايه اللي هيحصل معاه في الفكره دي، بس هيبقى عامل مؤثر لو خرج من الفرقه. فلازم كانوا يقدروا يدعموا بصفقه واتنين، واظن ان هم عبد الرحمن يقدر يعني يقفل الحته بتاعت ابراهيم ديت لو ابراهيم اتحرك يعني. ونتمنى ان هو يتحرك، لعيب كويس ولعيب كبير ولعيب صغير، ونتمنى ان احنا يعني نسهل له الفتره، نسهل الدنيا بالزبط. من غير ما طبعا ان هم يجوا على نفسهم ولا ان يروح بارقام قليله، لكن وجهات النظر بالظبط كده. عايزين نفسنا يعني نفسنا نبقى مغرب، نفسنا نبقى تونس، نفسنا نبقى جزائر. لعيبه بنشوف منتخب المغرب بيتجمع في ثلاث ايام ليه؟ لان هو جاي كله من فرنسا وانجلترا فنتمنى ان شاء الله المنتخب مصر كله يبقى محترفين، وان شاء الله عندنا الذخيره اللي نقدر نعمل بيها كده ان شاء الله باذن الله. وعايز اقول لحضرتك برده مش بس منتخب المغرب، منتخب المغرب من المنتخبات التوب يعني في افريقيا، ولكن منتخبات كتيره عاديه برضو لعبتها كلها بره، يعني مش بيلعبوا في الدوري المحلي خالص، حتى لو مش منتخب زي المنتخب المغربي اللي بطبيعه الحال عارفين من كل لعبته من الطراز العالمي، بس حتى بقت افريقيا كلها بتعتمد على ده، لعبتها موجوده في اوروبا من سن صغير يعني. فرقه زي موريتانيا لسه محطوطه على الطريق، من هتلاقيها فيها محترفين بالزبط. كتير جدا. هي دي الفكره، هي دي القصه. عايزه تروحي في حته كويسه اسمحي، لازم وزاره الشباب والرياضه يبقى ليها دور في الكلام دوت مع الانديه، لازم تضغط على الانديه ان الولد في سن صغير لازم يخرج ولازم يطلع وميسر القصه، يبقى ليه في رقم. لكن احنا بنشوف ارقام غريبه مطلوبه في لعيبه صغيره جدا، اللي هو طب ما هو عمره ما هيجي فرقه في تركيا ولا فرنسا ولا بلجيكا. بالظبط، لان اللعيب من دول هيطلع اكيد مش هيطلع على انجلترا، اكيد هيطلع على حته اقل شويه، فالرقم هيبقى قليل، خصوصا ان احنا اصلا كمان ما شاء الله يعني الارقام هنا اتنقلت نقله ثانيه. كبرت جدا. فاللعيب عموما حتى يقول لك طب انا ايه اللي هيسفرني واتعب دماغي ليه؟ انا باخد رقم هنا كويس. فخلينا يعني الثقافه تتغير شويه بالنسبه لنا، هنروح في حته كويسه لان عندنا الامكانيات ان نقدر نعمل كده. اتمنى ان شاء الله. اتكلمنا عن ماتشات امبارح يا كابتن احمد، النهارده ان شاء الله عندنا لقاءين. خلينا نبدا بمباراه الكونفدراليه قبل ما نروح للنادي الاهلي. النادي المصري بورسعيدي عنده مواجهه باذن الله الساعه 8، وان شاء الله يكون بيحقق فيها نتيجه ايجابيه. كابتن علي ماهر طبعا قدم موسم عظيم مع الفرقه، وحاجه جيده جدا ان هو بيكمل وعنده فتره اعداد وخلاص عارف لعيبته وكسبان الثقه
علاقه سواء مع المجلس او مع الجمهور كمان. شايف ان شاء الله يكون مشواره عامل ازاي في الكونفدراليه النسخه دي؟ نتمنى ان شاء الله طبعا من الانديه الكبيره اللي احنا بنحبها كلنا طبعا. كابتن علي كمان عامل شغل هايل في كل محطاته بصراحه، من ساعه ما خرج من النادي الاهلي وهو بيشتغل على نفسه كويس، بنروح بنشوفه بيروح ياخد البرو. كمان شخصيه كويسه جدا، شخصيه قويه جدا مع اللعيبه، مصاحب اللعيبه كويس، قادر ياخد الفرقه ويروح كمان في فكره ان هو عايز ينافس يعني. احنا شفناه فنش بترتيب كويس السنه دي، فنتمنى ان شاء الله يعني الموسم الجاي ان هو كمان يبقى بيشتغل على دوري، بيشتغل على كاس كمان، ان هو يروح في حته افضل، لان هو يعني هو كابتن محمد عبد الكريم وصراحه الجهاز كله جهاز محترم، بقى لهم سنين شغالين مع بعض وعندهم طموح وعندهم عارفه لامم اللعيبه، وتحس ان اللعيبه عايزه تعمل حاجه كويسه ليه وللجهاز. فهي دي الفكره، ان انت ازاي انت تبقي مدير فني وتبقي اخ كبير في نفس الوقت، وازاي كمان تدي للعيبه عندك الدوافع ان انت عايزه تاخدي بطوله وعايزه تروحي في حته كويسه بالنادي وبالفرقه. وكمان عندهم امكانيات كمان كويسه جدا هناك، قادره تساعدهم ان هم يروحوا في الحته دي. فان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان هم يعدوا المحطه الاولانيه يا رب ويروحوا باذن في حتة الله. المباراه النهارده خارج الديار امام الهلال الليبي باذن الله يكونوا موفقين في تحقيق نتيجه ايجابيه، بنتمنى طبعا الفوز، ولكن يعني باقل تقدير اكيد يكون في تعادل، بس ان شاء الله يكون النادي المصري تحت قياده الكابتن علي ماهر قادر على تحقيق فوز غالي يسهل الامور باذن الله في مباراه العوده. هستاذن حضرتك نروح لفاصل قبل ما نتكلم عن النادي الاهلي ثم نواصل مع حضراتكم، خليكم معنا. الكابتن احمد رضوان لاعب ونجم النادي الاهلي السابق في ضيافتنا النهارده. كابتن احمد بجدد الترحيب مره ثانيه بحضرتك. اتكلمنا عن ثلاث لقاءات، لقاءين اقيموا امبارح ومباراه مرتقبه بالنسبه للنادي المصري النهارده والهلال الليبي، وكمان النادي الاهلي اللي عنده مواجهه مهمه وانطلاقه باذن الله تكون موفقه في منافساته في للحصول على لقب متتالي والحفاظ على لقبه في بطولة دوري أبطال أفريقيا. نادي الأهلي وجورماهيا الكيني أكيد مباراة المفروض بالورقة والقلم سهلة، حتى من تصريحات رئيس النادي يعني لو حضرتك كنت تابعتها، اللي هو أنا كل مرة بلاعب الأهلي والزمالك والترجي أنا عايز أكسب، أنا باخد على وشي بدري بدري، فلو أنا قافش خالص على نظام البطولة. فهي بالورقة والقلم طبعا مباراة سهلة، ولكن أعتقد دي حاجة جيدة إن النادي الأهلي يبدأ بشكل تدريجي ويبدأ بقى يشوف الصفقات الجديدة إلى أي مدى هيكون بيعتمد بشكل أساسي على بعض منهم في الفترة اللي جاية. اكيد يعني طبعا حامل لقب البطوله المحببه، فكره ان انت توصلي للبطوله اللي جايه دي لازم تبداي من تحت او من سلم واحده واحده كده، خصوصا طبعا الفتره اللي فاتت كان في راحه ولسه راجعين اللعيبه، وهو كمان كولر كان مسافر ورجع فكانوا بعيد شويه. فطبعا الفكره ان انت تيجي تدريجيا دي بتبقى حاجه كويسه، ان انت تاخدي فرقه مش قويه قوي، بس طبعا ما فيش حاجه اسمها فرقه سهله دلوقتي، خصوصا ان انت القصه كمان في افريقيا بتبقى ثقيله شويه في موضوع السفر والاقامات والحاجات دي. لكن اللي بقى افضل لينا احنا ان الفرق دي كلها اتفرغت من اللعيبه كويسه، خلاص كله بيسافر، اي حد زي ما احنا قلنا يا ريت نسهل يعني، فهم مسهلين الدنيا تحت ان اي حد كويس بيبقى بيظهر بيسافر على طول. فان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان هي تبقى مباراه سهله وان شاء الله يعني نكسب من بدري عشان برضو نيجي هنا نرتاح يعني ان شاء الله. بالنسبه للنادي الاهلي والصفقات اللي عملها، الكل طبعا يعني بيؤكد ان اداره النادي الاهلي وكل المسؤولين المتعلقين بالصفقات ومتابعتهم، سواء بانه تم الموافقه على رحيل محمد عبد المنعم بعد يعني ابداء رغبه اللاعب لاكثر من ميركاتو ان هو عايز ياخد فرصه للاحتراف، فبتيجي صفقه تملى هذا الفراغ بالتحديد. وموضوع علي معلول اللي كان فيه فترات طويله كل بيفكر علي معلول السن، طب محتاج حد يكون بيجي في المكان ده، طبعا مع اصابه بنتمنى له منها الشفاء، برضو بتيجي صفقه بتملى هذا الفراغ بالتحديد. شايف في فراغات تانية ممكن يكون النادي الاهلي بحاجه ان هو يكون بيبرم صفقات فيها؟ يعني الاهلي عشان بس نتكلم مظبوط، الاهلي اخد دوري واخد افريقيا واخد كل حاجه يعني باللعيبه دي اللي احنا بنقول ان احنا محتاجين. الجمهور برضو غريب شويه، فكره ان ضغط غريب جدا
تحس ان يعني ما هو الاداره هتعمل ايه برضه؟ ما الاداره عندها كل اللعيبه والدنيا تمام. عندك مشاكل في اماكن وده طبيعي يعني، استحاله يبقى في نادي حتى في احسن النوادي في اوروبا يبقى عندهم عناصر كده في الفرقه ناقصه او مش موفقه. ف عطيه الله طبعا لعيب كبير وطبعا هيملى الحته بتاعت معلول ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع بالسلامه، لكن اظن ان هو مش هيبقى جاهز ان هو يقدر يشارك النهارده لسه الراجل داخل على الفرقه. سمعت ان عمر كمال هو اللي هياخد الحته دي النهارده، فما اظنش ان في حد هيبقى ليه دور يعني بدري قوي كده في اول ماتش يعني. فان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان هم يخشوا بالتدريج ويخشوا زي ما احنا قلنا قبل كده واحده واحده، عشان برضو الاهلي مختلف شويه، الانطباع الاول ده بيدوم شويتين ثلاثه يعني، مهما يبقى لو هو شارك لو في اصابه قليله مثلا او هو مش جاهز بدنيا فممكن يبقى شكله مش احسن حاجه، فده بيبقى الانطباع الدايم اللي بيبقى محتاج وقت طويل جدا عشان تغيريه. فان شاء الله يعني كابتن سامي طبعا عامل شغل كبير جدا مع كولر، واكيد يعني موصل له المعلومات اللي كانت، هو كان في اجازه بس مين اللي جاهز ومين اللي يقدر يشارك. فان شاء الله الفرقه انا شايفها كامله. احنا عبد المنعم شايف ان المفروض يبقى في بعض يعني بيقول انه مع وسام ابو علي وفكره ان الاعتماد على كهربا في مركز المهاجم الصريح ما بقاش في الفتره الاخيره كبير، فلا في ممكن مهاجم يبقى مطلوب بشكل ضروري مع وسام ابو علي عشان الموسم طويل طبعا وحك عارف كم البطولات اللي بيشارك فيها الاهلي. انا برضو يعني انا فاهم كويس جدا كهربا ليه وصل للحته دي، وصل الحته دي لان هو ما بيلعبش، فبعده عن اللعب هو اللي بيخليه، لان احنا شفنا كهربا مع كولر في اول ما جه وكان بقاله فتره طويله جدا، لان هو في ناس كتير جدا عماله تتكلم في ان كهربا وان هو ما بيقدرش يكمل. لا، كهربا اخذ وقت طويل جدا كان شايل النادي على صف ورجع كانه هو اللي شايل النادي وهو اللي مكسر بالنادي يعني. اظن لما رجع في اللعب قصدي يعني وقل في المشاركه، هو ده اللي عمل شويه. كهربا مش سنه مش صغير، فاللعب هو اللي بيجيبه. خلي بالك انا ممكن اقعد اتمرن طول السنه بس الماتشات هي اللي بتجيب اللعيب، هي اللي بس واضح ان السيناريو الحالي والله اعلم لان الحاجات دي بتتغير، ونتمنى طبعا ان يكونش في مشاكل ما بين اي مدير فني واي لاعب، بس اللي لا واضح ان في مشاكل، في مشاكل. ففي ظل وجود مشكله ما بين مستر كولر وكهربا ووجود وسام ابو علي، هل النادي الاهلي فعلا بحاجه ان هو يكون بيجيب لعيب مهاجم في ميركاتو الصيفي؟ بصي انا عشان انا برضو يعني شويه عارف القصه تحت، لا في لعيبه كتير تحت كويسه، في مهاجم على فكره اسمه سمير تحت، ده لعيب 2003، ده لعيب كويس جدا، اتعمل له عقد من الناس اللي هي اتاخدت الاربعه اللي اتاخدوا، مهاجم كويس جدا واعد يعني. فاحنا لازم برضو ندي للولاد بتاعتنا الصغيره، لكن لو احنا فضلنا نجيب من بره، ما وسام هو رقم واحد بالنسبه لي، عندي رقم اثنين كهربا، يبقى في ولد صغير طالع ناشئ برضو. انت مع حضرتك مع السيناريو ده انه ما يجيبش حد جديد؟ انا ما اقدرش، انا يعني جبت وسام وما شاء الله كمان موفق جدا، وطبعا حاجه جميله جدا استمراريته او ان هو يوصل للي حصل قبل كده، لان حد يلعب 18 ماتش يجيب 16 جون دي ما بتحصلش كتير، فمش وارد ان هو يوصل لنفس الريتم بتاعه، فلازم يبقى في حد بيدبدب ورا. كهربا موجود ولاعيب كبير، هو لازم هو يشتغل على دماغه شويه، وفكره ان انا ابقى منطعد او متضايق ان انا ما بلعبش، اعرف انا ما بلعبش ليه، ادوس في التمرين اشتغل، ما بقاش انا بعد التمرين. احنا شفنا المشكله اللي حصلت كانت سببها ان هو ما جاش تمرين في مره، المره الثانيه كان عنده فرح، المره الثالثه انزل بعد الماتش انزل اتمرن، لا مش هتمرن. فالقصه كلها بتاعت اللعيب، الراجل الاجنبي ده ما هو ده اللي لعبك، هو ده اللي فوقك، هو ده. فانت حاول، لان انت حاجه كبيره وحاجه يعني حاجه قويه جدا، فحاول انت ترجع نفسك عشان تبقى متواجد. لو جينا اتكلمنا على الفرقه ونواقصها، هي عبد المنعم طبعا هيعمل لنا خلل يمكن في الحته دي عبد المنعم، لكن اللي كان لازم يطلع، لان من اللعيبه الكبيره واللعيبه اللي كان احنا نفسنا. ايوه، بنحيي اداره النادي الاهلي طبعًا، ان هي طبعا يعني الموضوع. وبعدين راح في دوري يعني مش ليفل رقم واحد، لكن برضه حاجه خطوه مهمه، ونانت وفرنسا وما شاء الله كمان بيلعب دلوقتي، وشفناه حتى امبارح مع مارسيليا يعني. لا، الوضع بتاعه كده هو ده افضل وضع ليه، لكن لما تيجي تقولي مكانه ممكن يتاثر، شفنا رامي ربيعه
ماشي بشكل كويس جدا. طبعا فايق جدا. ياسر في الحته دي برضو حاجه كويسه جدا. فانت عندك الاصل زي ما بيقولوا، لكن لازم ناس وراهم، لازم حد في ظهرهم يشتغل، عشان لما انت بتلعبي كمان على بطولات كتير جدا، يعني خلصي دوري تخشي افريقيا كاس. هسال حضرتك، يعني بالنسبه لك الماتشين دول سواء بالنسبه للزمالك او للاهلي في اطار منافسات افريقيا، شكلهم هيكون ليه اي علاقه بمباراه السوبر الافريقي؟ يعني طبعا انت بتعملي بروفا للسوبر اللي انت رايحاه. خلي بالك برضو ماتش السوبر ده لو تفتكري برضو كولر كان يمكن اول ما جه كان عنده نفس بدأ برضو موسم ماتش، فالبدايه بتاعته كانت كويسه. ليه؟ لان اول ما جه اخذ بطوله، فالجمهور اتبسط. فطول ما انت خلاص انت الجمهور بقى الرصيد موجود في وقت قصير، فسيدي اعمل اللي انت عاوزه بعد كده. فالماتش ده حلو للاثنين، اللي هيكسب الزمالك كسب، فهتلاقي الدنيا رجعت تاني والصفقات ولا والنادي طلع من اللي هو فيه وكل حاجه تمشي. الاهلي كسب الاهلي خلاص كده بدا الموسم كويس، واول بطوله ونعد البطوله اللي بعد كده. فبتبقى يعني عارفه انت مرايه كده للسيزون او الموسم بتاعك هيبقى عامل ازاي. نتمنى ان شاء الله يبقى ماتش، احنا هنلعب بره مصر اصلا عموما، فعايزين الشكل يبقى كويس، عايزين الروح تبقى كويسه، ده رقم واحد، والشغل الفني يبقى كويس، ونتمنى الاهلي ان شاء الله ياخد البطوله بكل تاكيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن احمد، نورتنا واستمتعت جدا بالحديث مع حضرتك، بتمنى لك التوفيق مستوى الشخصي، ودايما كده تنورنا وتشرفنا. الكابتن احمد رضوان لاعب ونجم النادي الاهلي السابق كان في ضيافتنا ومنورنا النهارده في حلقتنا، وباذن الله بكره يتجدد لقائنا مع حضراتكم في حلقه جديده من صباح اون تايم. الى اللقاء.